اهم 5 نصائح لاي شاب طموح عايز يبدا البيزنس الخاص بيه. يلا بينا. بص يا صديقي، اهم نصيحه انت لازم تخلي بالك منها وهي صحتك النفسيه، لان انت هتتعامل مع الناس، والناس والتعامل مع الناس دي اصعب حاجه ممكن تواجهها في حياتك. فانت اهم حاجه لازم تخلي بالك من صحتك النفسيه. ده ممكن تعمله عن طريق ايه؟ عن طريق رياضه مثلا، عن طريق خروجه. لازم تقعد مع نفسك كده وتشوف اكتر حاجه بتريحك نفسيا ايه وتعملها. دي حاجه لازم تعملها بشكل مستمر علشان صحتك النفسيه. اهم حاجه لازم تخلي بالك على صحتك النفسيه. تاني نصيحه ان انت تخلي بالك من خططك دايما. حط دايما لكل خطه خطه بديله. اي حاجه انت عايز تعملها دايما حط لها خطه بديله. لكل بروسيس معينه حط لها بروسيس ثانيه، لان الظروف مش ورديه. يعني مفيش حاجه بتحصل زي ما انت مخطط لها. حطها كده قاعده في حياتك ان مفيش حاجه هتحصل زي ما انت مخطط لها مهما كنت مخطط كويس. طبعا بالخبره هتبدا تعرف، بس في البدايه دايما اي خطه تحطها تحط لها خطه بديله. ثالث حاجه لازم تعملها وتخلي بالك منها، ان انت تسمع للناس اللي حواليك، تسمع للعملاء بتوعك، وتسمع للناس اللي شغاله معاك. دايما لما تسمع لهم هتتعلم منهم، دايما هتتعلم من الناس. حاول على قدر المستطاع ان انت دايما تتعلم من الناس. لو انت شخص مش قابل للتعلم فالحتة دي لازم تغيرها عنك، لان انت لازم تتعلم ان انت تتعلم من الناس. لازم تكون مرن مع المشاكل، ولازم تكون مرن مع نفسك. رابع حاجة خلي بالك من الظروف المادية، لان السوق متغير دايما متغير، مفيش حاجة بتبقى فيه ثابتة. بداية اي بيزنس الموضوع بياخد وقت علشان يجني ثماره، فدايما خلي بالك من الظروف المادية، ما تحطش نفسك مسؤوليات كبيرة. خامس نصيحة ان انت تصدق نفسك وتعافر، لان السوق دايما متغير والمشاكل عمرها ما بتخلص. فخليك واثق في نفسك وعافر ان انت دايما تكمل وما توقفش. بس كده ومع السلامة.